يعتبر سوق أم حيريش كمركز اقتصادي مهم وفريد منذ القدم، إذ يستمر تاريخه لأكثر من 3 قرون. ويعتبر هذا السوق مركزا تجاريا رائعا وفضاء تجاريا معروفا على الصعيدين الوطني والدولي، إذ يمتد على مساحة تزيد عن 3 هكتارات. يعرف هذا السوق بحيوية تجارية يومية خاصة في أيام الجمعة والسبت، إذ يتم عرض العديد من رؤوس الإبل والماشية بأنواعها المختلفة. دين من قديم زمان ساعتنا عندنا نعقله، هو ما كان الصوت ذاك الزمان، ولكن كان يعمل عليها البويرات اللي يضعت يبني فوقهم كيارة اللي تشطبهم بالعشار من دي. وذا الزمان التالي منين عمل ذاك بالبني عاد يعمل السوق. هاي الزمان عاد يوميا ما كانت تعمل إلا من السبت والحد، ذاك زمان فاي زمان الاستعمار زمان استقلال ذوك العيمان الماضي، ما هاي الزمان عاد دائما هو مين ما عاد نعرف لها ثمن، ما هو إذا شريت حاجة ليش ديت تساوم مع مولاك، كله هو اللي يطلب الشاري يساوم بثمن أقل ثمن والبايع يطلب على ثمن. هنا من 2 من 2 ملايين اللي همها من 300 فوق مليون ونص. ليس هذا فقط، فهو يعتبر أيضا مركزا اقتصاديا رمزا ثقافيا يتجاوز الأبعاد التجارية والاجتماعية، ويحتل الإبل مكانة بارزة في المهرجانات الفنية والثقافية، حيث يعتبر جزءا لا يتجزأ من التراث المحلي والموروث الاجتماعي في بوابة الصحراء، ووجهة مميزة للسياح الأجانب. Hello, I'm Dominic from Germany, so that's why I have to talk in English because I don't speak French. We're traveling to Morocco and it's week 4 now, and we've stopped here in Guelmim because we've heard about the market, the souk, and we wanted to see how it looks. And yeah, we're quite fascinated by the market and the way everything works, the people talking to each other, doing business, or the animals that are here. It's just a completely different world than the one we are used to live in every day. But we've made amazing experiences. We were observing, we were just watching the animals, and the people came over, asked us how do we feel, who are we, what's our names, where do we come from. So it's been a very nice kind of experience to get in touch with the local people. We've had a very nice experience at a shop which is selling goods from, you know, the desert kind of jewelry and kind of stuff.